مثل ما عودناكم في برنامجكم برنامج مساء الخير يا كويت، ننوع لكم في المساحات الحوارية. وفي هذه المساحة الحوارية الحديث عن اللياقة البدنية والحديث عن الصحة والرياضة بشكل عام. يسعدني أرحب طبعا بالاستديو بالكابتن صلاح الشطي اختصاصي اللياقة البدنية، حياك الله معانا. وبداية تتكلم عن أهمية اللياقة البدنية. الله يحييك، يعطيكم العافية الأستاذ، مشكورين. طبعا بالبداية بالنسبة حق اللياقة البدنية، مفهوم اللياقة البدنية هي عبارة عن أن الإنسان يكون لائق بدنيا حق النشاط اللي هو اللي جاي يسوي. على سبيل المثال، في شخص رياضي يحتاج أنه يكون لياقته عالية البدنية علشان يمارس لياقته البدنية. في شخص غير رياضي لكن نشاطه اليومي خفيف، مثلا يشيل أغراض يوصلهم لمكان معين، فما يحتاج هالكثر من النشاط البدني العالي أنه يكون لائق حق هالشيء. فمفهوم اللياقة هي عبارة أن الجسد يكون لائق حق النشاط اليومي اللي قاعد يبذله، سواء كان إنسان رياضي محترف لك أو إنسان عادي. نعم. طيب شو الفرق بين الحركة البدنية والتمارين الجسدية؟ الحركة البدنية هي الحركة اليومية، خلينا نقول أي حركة تسوينها، مثلا لو واحد يسوي حركة البيدة، مثلا أي حركة يقوم بها الجسم عن طريق عضلات هي نسميها حركة بدنية. مثلا احنا نقول لكم خطواتكم اليومية، لما احنا نقول لكم قوموا امشوا، قوموا تحركوا، هذه الحركة بدنية. لما احد يروح الممشى احنا ما نعتبر هذا شيء تمارين، لا، نعتبره حركة بدنية. التمارين لا، هي عبارة عن تدريبات يومية او يكون اسبوعية بحيث انه يحرك جسمه يوصله حق مرحلة اعلى من الحركة البدنية. كابتن صلاح، هناك الان الفترة الأخيرة، يعني لا يغيب عن احد المشاهدين هوس الوزن المثالي. اليوم أنا متين، اليوم أنا ضعيف، صارت ظاهرة الوزن المثالي. إيش رأيك بهذه الظاهرة؟ صح، الوزن المثالي هي طبعا دائما الناس تقولها عندنا مجتمع، خصوصا البنات، لما حد يقول أنا وزني طولي 160 فأحتاج وزني يكون 60، صح، طولي 180 أبي وزني يكون 80. النظرية هذه ما أتفق معها أنا. ليش؟ لأن الوزن الإنساني يتكون من عدة عناصر، أوكي، وأهمها الفات. حلو، اليوم نسبة الدهون هي صارت المعيار مو الوزن. ممكن واحد وزنه 60 وممكن واحد ثاني وزنه 60، لكن لما نحطهم يم بعض تلاقي في شكل كبير اختلاف. الإنسان اللي يتمرن وعنده كتلة عضلية كبيرة وزنه 60، والإنسان اللي ما يتمرن لكن وزنه وشكله كبير بالدهون نفس الشيء 60. فمقياس الوزن المثالي مو صح. فأنا أنصح الناس أن تتابع نسبة الفات أحسن مما يتابع وزنه. كابتن، لاحظنا بالفترة اللي طافت توجه النساء، يعني نقدر نقول إلى تدريبات المقاومة مثل رفع الأثقال، فيعني شو رأيك بهذا الموضوع؟ طبعاً هذا شيء عجيب، بالعكس إحنا نبي هالشيء يصير. بالسابق أول حريمنا ما شاء الله عليهم كانوا يشيلون أشياء ينقلونها من مكان لمكان، فالمرأة قادرة أن تشيل أوزان، خصوصا لما تكون حامل بعد هم عندها يعني وزن كثير، فمحتاجه هالمقاومه عشان تبني كميه عضليه في جسمها. لكن الحريم خوفهم ان لما يشيلون الوزن يقول لا راح نجسم، شكلنا ما راح يصير حلو، لا هالنظريه ما راح يصير، بنيه معضله. هذا شيء ما راح يصير نهائيا. ليش؟ لان المراه عندها نسبه هرمونات معينه في جسمها ما راح ترتفع معاها لسن عقب سن 14، ما راح ترتفع لو شنو سوت، ما راح ترتفع، فبالنهايه عضلاتها ما راح تكبر. لكن الرجل النسبه هذه من العضلات ممكن ترتفع مثل التستوستيرون، فتزيد معها عضلاتها تكبر، حجمها يصير اكبر. بالنسبه حق المراه لا، فصحيا حق المراه ان تمارس مقاومه هذا شيء وايد زين، حتى اذا كان هدفها ان تعدل من شكلها ونسبه الفات تقل، اول شيء تسوي انصحها ان تمارس مقاومه. سابقا، يعني هذا حديث مهم جدا، سابقا كنا نسمع بالحميه الغذائيه الدايت، كان مختصر هذا الحديث على النساء، ولكن الان الحديث اصبح متنقل الى الرجال والعام، يعني بشكل عام. هل هذا ظاهرة، يعني أقدر أقول صحية من باب الثقافة العامة، أن هناك ثقافة صحية من الكل يعرف أن الوزن الزائد مضر لجسمه، مضر لحياته، مضر لكل الطرق الموجودة؟ هل نقدر نقول هذه ثقافة سليمة بالكويت حاليا؟ الثقافة سليمة صح، أن الناس قاعد تتوجه أنها قاعد تغير عاداتها الغذائية. حلو، الحريم يحبون الدايت، وأنا ضد مفهوم الدايت بشكل عام، لأن أنا دائما أقول كلمة الدايت إز داي، راح يموت. بلش برنامج غذائي لمدة شهر شهرين، بعد فترة راح ينتهي. لكن إن الحين الشباب قاعد يهتمون حشي عشان وزنهم زاد، إيه هذا شيء جدا مطلوب، لكن لازم يعرفون نوعية الأكل، جودة الأكل بهالموضوع، علشان يعرفون شلون يكون هالشيء أسلوب من أسلوب حياتهم. لكن كحمية وكدايت أنا ما أنصح إن أحد يتبع هالشيء إلا في حالات خاصة. زين، شنو أفضل وقت للتدريب؟ أفضل وقت هو أفضل وقت أنت عندك أنك تتمرن، ماكو أفضل وقت. دائما احنا ننصح بالناس ان متى عندك وقت فاضي روح تمرن.
لأن اليوم صار الوقت شيء صعب عندنا. صح. فما راح يفرق معي الإنسان اللي يتمرن بالليل ولا يتمرن الصبح، خصوصا الناس العادية. لكن إذا عندي لاعب محترف، لا هني أحتاج إني أفضل معه حسب لعبته وقت لعبته. ما يصير أنا عندي لاعب يتمرن مباراته دائما تكون الصبح، أنا عودة على تمارين بالليل. لا، لازم يكون شيء متناسب معه. بالنسبة حق الناس العامة، أي وقت يناسبك يكون عندك وقت فاضي روح تمرن فيه. كابتن صلاح الشطي اختصاصي اللياقه البدنيه دخل علينا زميلتي مشاعل، قالنا في البدايه شلون ايش رايكم بالرياضه؟ عليكم بالرياضه؟ هذا يقودني للسؤال المهم. الاداء الرياضي للالعاب الحاليه بالكويت، شلون تشوف الاداء الرياضي من باب اللياقه البدنيه؟ عندك وجهه نظر معينه؟ طبعا احنا عندنا بالمجتمع الرياضه بشكل عام، ما عندنا رياضه الاحترافيه مثل الدول الخارجيه. عندنا احتراف جزئي، وهذا شيء ممتاز عندنا بالكويت. لكن اللي قاعد نطبقه الحين بالكويت كممارسه للرياضه بالموسم للرياضيين، قاعد يمارسون على لعباتهم لكن مستواهم اللياقي مو مرتفع. ليش؟ لانه مو قاعد يسوون تمارين اللي يرفعون فيها اللياقه البدنيه العاليه اللي تناسبهم. شو يسوون؟ قبل الموسم يروح يعسكر، يروح مع برا الكويت يسوون معسكر، هذا يجي ثلاث اشهر شهرين يرد الكويت، بعدها خلاص تنتهي اللياقه البدنيه، يبتدي بس تركيز على المهارات الفنيه للعبه نفسها. فعشان كذا تلاقي بنص الموسم اللاعب اداء يقل، اصابات تزيد. فان شاء الله ان هالشيء يتعدل. في نوادي قاعد تسوي هالشيء انها تحافظ على اللياقه، لكن بشكل عام ما عندنا خلينا نقول الاهتمام بالتمارين اللياقه البدنيه خلال الموسم الرياضي. والصحيح هذا كابتن، نستغل وجودك معنا هني ونبي نصايح حق المشاهدين. طبعا اهم نصيحه حق الناس الحين، اذا كنتوا قاعدين اوقفوا حاولكم تتحركون شوي. القعده ما تصير اكثر من ساعتين اذا كان في دوام، او اذا كنتوا في البيت. اذا كنتوا قاعدين ساعتين قوموا تحركوا. اذا كنتم مفكرين تبلشون رياضه ولا تغيرون من عادات التغذيه، بلشوا حبه حبه. ما له داعي كل شيء تقطعونه من البدايه، وما له داعي تروحون بالاسبوع الحرمان. الحرمان طبعا ضد احنا اكيد. لا بس في هم قاعدين يتجهون حق مثلا الوجبات الغذائيه اللي برنامج غذائي خاص، انه ياخذون هذه الوجبات الغذائيه الدايت. فهل هذا يعني انت وياه هذا الموضوع؟ انا معاه وضده. معاه انه راح اتعلم شلون كميه صايره، واتعلم انه شلون عيني تشوف الكميه. لكن انا مو معاه، لانه بعد فتره من الوقت راح يصير ما عندك وقت، يصير لك ظرف راح تقطع هالشيء، ترد على عاداتك القديمه. اذا كانت الوجبات قاعد تعلمك شلون تعدل عاداتك فهذا شيء ممتاز. نعم. والجميل انه يكون بناء على خبير معاك، يعني مو بس العمليه انها عشوائيه وانت سوي الدايت من نفسك، لا لازم في اساسيات لهذا العمل. اكيد اكيد. الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يعافيك. ودائما مثل ما قلت انت يعني قاعد تتكلم عن الرياضه، ولا توقفون، لا توقفون ولا تقعدون، الحركه بركه. الحركه بركه. بارك الله فيك وشكرا على وجودك معنا في هذا. يعطيكم العافيه، مشكورين. يعطيك العافيه. اذا اعزائي متواصلين معاكم ولكن بعد هذا الفاصل.